السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتبازمنية تحول الكيميائي، الدرس الأول في الترمينال. عندنا تمرين، تبع معايا كي داير هالتمرين. من أجل المتبازمنية لتحول الكيميائي عن طريق قياس النقلية وعند درجة حرارة 25 دوغري سلسيوس، تم أخذ حجما قدره 2 مليليتر من المركب 2 كلور 2 ميتان بروبان، والذي يرمز له بالرمز RCL بواسطة ماسة ووضعه في بشار يحتوي على مزيج حجمه 222 مليلتر من الماء المقطر والإيثانول. وعن طريق جهاز قياس النقلية ثابت خليته كاتس وديسبيسونس موان 2 متر، تابعنا تطور الجملة الكيميائية فتحصلنا على المنحنى بياني جي يساوي اف دو تي على جي بدلالة الزمن تي. أولا أكمل جدول تقدم التفاعل واحسب قيمة تقدم الأعظم إكس ماكس علما أن التفاعل بطيء وتام. بيان نكمل لهم جدول تقدم، معناتها قالوا لنا التفاعل تام معناتها إكس فينال هي نفسها إكس ماكس. ندو جدول تقدم فوالا، غنكبروه شوية باش نقدو عمروه آلات. راه دايرلك بلي RCL كمية المادة N0 تساوي معنتها إلا قلك تعمر شعال قيمة N0 هنا. ROH نعرفو بلي حالة ابتدائية يسوى 0، H3O بلس يسوى 0، و CL موان يسوى 0. هنا عندنا N0 ناقص X، هنا عندنا X، هنا عندنا X، وهنا عندنا X. N0 ناقص X فينال، إكس فينال، إكس فينال، إكس فينال. إذا تبقى لنا حاجة واحدة اللي هي N0 نحسبوها، N0 تعمل هي كمية المادة تاع RCL الإبتدائية، N0 هي كمية مادة RCL الإبتدائية، والتي تساوي، إذا شو عطاونا عليها؟ عطاونا الحجم اللي هو 2 مليليتر، V إيكال 2 مليليتر. تاع RCL، هادو معطيات ال RCL، عطاونا V تاعه يسوى 2 مليليتر، وكنهودو تحت في معطيات التمرين، عطاونا معطيات، عطاونا الغو تاعه كتلة حجمية اللي تسوى، الغو تاعه اللي تسوى 0.85، غو تسوى 0.85، إذا راه عندك الوحدة غرام بار مليليتر، وعندك الجرون تام تاعه تاني طواه لك يسوى 92.5 غرام بار مول، تسمى الجرون تام تاعه يساوي 92.5 غرام بار مول. هذا من هذه المعلومات هذو ثلاثة إلى قلك تو سامبلومون تخرج لنا كمية المادة. أنا نعرفو بلي غو كتلة حجمية تساوي كتلة ام على في، ونعرفو بلي كاين قانون يربط ان تساوي بوتي تام على غرون تام، معناتها بوتي تام شتسوى تسوى ان فوا غرون تام. ان فوا غرون تام نقدر نعوضوها هنا ويولي لنا غو يسوى ان فوا غرون تام على في، معناتها هنا رانا باغيين نحسبو ان زيرو، نحطو ان زيرو فوا غرون تام على في باش رانا خدامين بالحجم الابتدائي. جبد ان زيرو تاعك منا شتسوى سوا غو فوا في على غرون تام، والغو تاعنا راه عندنا 0.85، والفي راه عندنا 2 مليليتر ديفيزي بار غرون تام اللي عطاوها لنا 92.5. الوغ كوتي وحدات ما تقلقش، كاين اللي مقلق على التحويل، لا هادي 2 مليليتر ما نحولوش، ما نحولوش باسكو تو سامبلومون عندك غرام بار مليليتر، غادي تنضرب في المليليتر يطير مليليتر مع المليليتر، ما يبقى لك البسط فيه الغرام، وتحت 92.5 راها بالغرام بار مول، الجرام مع الجرام يطيرو، المول يطلع الفوق تولي ان زيرو تساوي، الوغ نحسبوها رابيدمون دقيقة نحسبها معاكم، 0.85 × 2 = 0.1 × 7 = 0.084 × 0.084 ربعة. هادي بوحدات مول، ماذا بينا نكتبوها لهم كتابة علمية، اسما ان زيرو تساوي 1.84 × 10⁻²⁺ مول. الله نروح نعمروها في جدول التقدم هذا، الله نحطوها لهم ديريكتومون 1.84 × 10⁻²⁺
1,84 10 puissance moins 2. On va trouver 1,84 10 puissance moins 2 mol. Alors tout simplement, c'est un brouillon. هذا نقدر نرفدوها كومبلي هذه كاع هاد لا بارتي هذه نرفدوها عفوا نرفدو هاد لا بارتي نقدو بلاصتها تكون هنا تبع معايا مليح نقدو نحطوها ديريكتومون هنا هاي فوالا نحطوها مع هذا الحل ديريكتومون من جبناها ها من جبناها السؤال اللي بعده ديريكتومون نفوتو لا سويت ما نطولوش مع هذا السؤال السؤال اللي بعده يقول اكتب العلاقه التي تعطي النقليه جي بدل تقدم تفاعل اكس ثم اكمل الجدول التالي عندك اي غادي نجيبو الجدول ونديرو معاه العلاقه مع بعض Alors voilà le جدول نديرو العلاقة اللي تربط جي بالإكس العلاقة بين جي وإكس احنا نعرفو باللي لدينا قانون نقلية جي يسوى كا سيجما ونعلم أن سيجما اللي هي قانون كولروش يقول مجموع لامدا إي في التركيز تا إكس إي هنا نهضرو بالشوارد أو شكاين كاع شوارد في هاد المعادلة راه كاين هادي مشي شريدة هادي مشي شريدة هادي مشي شريدة هادي وهادي كاين أشطر أو بليس وكاين سي أل موان دونك عندي سيجما تساوي لامدا أشطر أو بليس مضروبة في التركيز تاع أشطر أو بليس زائد لامدا سي أل موان مضروبة في التركيز تاع سي أل موان هذه في كاع اللحظات في كاع اللحظات معناتها جي تولي توالي جي توالي ك مضروبه في سيغما اللي هي لامدا اشطر او بلس في التركيز تاع اشطر او بلس زائد لامدا سي ال موان في التركيز تاع سي ال موان هنا راك تخدم نورمال كتلميذ عادي جدا من بعد تخمم قال هو راه باغي علاقه بين جي والاكس الاكس وين غادي نلقاه غادي نلقاه تو سامبلومون في التركيز ها بغيت نلقاه في اللامدا ولا في الكا ما كانش كاين في التركيز التركيز اشطر او بلس تركيز اشطر او بلس كنت قراه من جدول التقدم في اللحظه تي تساوي وتركيز سي ال موان كنت قراه ثاني من جدول التقدم في اللحظه تي تساوي كميه الماده تاعه اللي هي اكس اكس عفوا هو اشطر او بلس اكس على في توتال اكس على في توتال ديريكتومون اكس على في توتال معناتها التركيز تاع اشطر او بلس هو اكس على في توتال والتركيز تاع سي ال موان هو ثاني اكس على في توتال معناتها تركيز اشطر او بلس هو نفسه تركيز سي ال موان وهو نفسه اكس على في توتال معناتها نقدر نحط باللي جي تساوي ك مضروبه في لي لامدا هادو هذه في التركيز تاعها هي اكس على في توتال وهذه في التركيز تاعها هو اكس على في توتال يخرج اكس على في توتال عامل مشترك تسمى ك مضروبه في اكس على في توتال مضروبه في لامدا اشطر او بلس زائد لامدا سي ال موان كاين اللي يبغي يعوض باغ اكزومبل هنا اكس على في توتال هنا اكس على في توتال هذا يخرج عامل مشترك ماشي مشكل المهم رانا عبرنا لهم بجي على جي بدلاله اكس موراها قال لك الجدول كي نقولوا جي في اللحظه هاي لا شعر بيت عمر جي في اللحظه 0 في اللحظه تي ان دومي وفي اللحظه تي فينا نسينا باش نحسبوا اكس ماكس من السؤال اللي فات ها رابيدمون نروحوا له حساب اكس ماكس غير هنايا قالوا لنا التفاعل تام بما ان التفاعل تام هي مادام تفاعل تام ثم يا اما هذا يكمل ولا هذا يكمل هذا راه بيوفر على الماء معناتها هذا يكمل ان 0 موان اكس ماكس تساوي 0 ان 0 موان اكس ماكس تساوي 0 معناتها اكس ماكس شتوا ان 0 ان 0 هي شحال كنا حاسبينها ان 84 10 بيسونس موان 2 مول فوالا هانا حسبنا اكس ماكس سؤال بسيط جدا تلمون بسيط كو بانت لي بلي حسبته مي بون
ما يهمش. alors j'ai fait 0 j'ai fait 1 demi ou j'ai fait le final. très bien j'ai fait 0 نعوضو x ب 0 j'ai 0 تساوي alors 0 على في توتا 0 في ك 0 في لي لامدا تعطيني 0 ملي سيمانس ولا سيمانس غير كيف كيف تعطيك 0 ملي سيمانس ماهيش. جي في اللحظة تي ان دومي تساوي ك اكس في اللحظة تي ان دومي على في توتال مضروبة في لامدا اش 3 او بلوس زائد لامدا سي ال موان. بيان اسكو نقدر نحسبوها ولا لا؟ اكس في اللحظة تي ان دومي تعرفها عن طريق التعريف سوا اكس ماكس سور دو. هادي مراك جايبها من تعريف عفوا تي ان دومي. معناتها هادي شا تولي لك؟ تولي لك جي في اللحظة تي ان دومي تسوى ك اكس ماكس سور دو في توتال مضروبة في لامدا اش 3 او بلوس زائد لامدا سي ال موان. الوغ لي لامدا اسكو هم لنا ولا لا؟ فيريفي تحت. عطاونا لامدا اش 3 او بلوس واللامدا سي ال موان وراهم 35 ملي سيمانس متر كاري مول موانزا وهادي 7.5. المجموع تاعهم شحال يمدنا؟ 35 مع 7.5 صافي 42.5 لامدا اش 3 او بلوس زائد لامدا سي ال موان شيطونا 42.5 ملي سيمانس متر كاري مول موانزا. هادي بالجمع تاعهم جمعناهم ابار. الكاطو هنا في توتال هي في توتال شات سوا 222 زائد 2 مليليتر صافي في توتال سوا 224 مليليتر. اي يعني نحسبو جي في اللحظه تي ان دومي سوا ك اللي هي عطاو هنا 10 بيسونس مانيش عاقل غايه 10 بيسونس موان 2 متر 10 بيسونس موان 2 متر فوا اكس ماكس اللي هي 1.84 فوا 10 بيسونس موان 2 اللي راكم عاقلين 1.84 نورمالمون ياك انو لو باش نديري فوها 1.84 10 بيسونس موان 2 فوالا هاي رانا كاتبينها هنا ديفيزي بار 2 في توتال. في توتال هي 224 راها بالمليليتر راها بالمليليتر. هاد القانون تاع جي نعاودو نفكروكم باللي مداك يتعامل مع السيغما معناتها المليليتر ما عندهاش بلاصه لا هو لا الليتر معناتها التحويل يكون للمتر كوب معناتها مضروبه في 10 بيسونس موان 6 للتحويل للمتر كوب. ولي لامدا قلنا بيناتهم شحال كاين 42.5 ملي سيمانس. الوغ نخرجو حسابنا جي في اللحظه تي ان دومي تساوي نحسبوها رابيدمون 1.84 × 42.5 ماذا بكم ما تدخلوش الاسس حسبو نورمال ديفيزي بار 2 × 224 صافي 448 ديفيزي بار 448 ونروحو دروك للاسس ان موان 2 مع موان 2 صافي موان 4 يطلع موان 6 شحال تولي 6 مع موان 4 صافي نضربو فوا 100 توتال نضربو فوا 100 وغادي تعطينا 17.45 موراها 5 دونك 45 ملي سيمانس باسكو لي لامدا راهم بالملي سيمانس. نروحو نحسبو جي فينال. الوغ جي فينال نورمالمون راكم عرفتو لي تو سامبلومون جي فينال غير في بلاصة اكس نديرو هي ك اكس على في توتال مضروبة في لي لامدا اش 3 او بلوس زائد لامدا سي ال موان. اكس انا نديرو اكس فينال. اكس فينال اللي هي اكس ماكس نتاع جي فينال تساوي ك اللي هي 10 بيسونس موان 2 مضروبة في 1.84 10 بيسونس 1.84 10 بيسونس موان 2 اللي راكم عاقلين على في توتال اللي هي 224 مليليتر مضروبة في 10 بيسونس موان 6 تحويل لليتر ديفيزي بار لي لامدا اللي هي 42.5. هادي سوا نحسبوها سوا في هادي ونضربوها في زوج غادي نعاودو نحسبوها باش نفيريفو بلي نيشان دوبل تاعها جي فينال تساوي هكاك ما نغلطوش في تا سؤال 84 ميم نتوما 1.84 × 42.5 ديفيزي بار 224 تعطينا توتال تاع هذا نضربوها فوا 100 كيما ضربنا اختها تعطينا ان توتال تاع 34.91 ملي سيمانس اللي هي تو سامبلومون دوبل تاع في تي ان دومي.
Voilà, 17,45 كون نضربوها فوا 2 تعطينا 34,90. هذيك تاع الان، هذيك تاع التدوير. فوالا نشوفوا السؤال اللي بعده، معناتها اوبليجي نفوتو نعمروهم له باه نجاوبوا على السؤال. نفوتو نعمروهم، شا قلنا عند زيرو صافي زيرو، هنا 17 مانيش عارف الغاية 45، وهنا 34.91. وبالك تروماركي هنا راه داير لك تعمرهم بالميلي سيمانز. السؤال اللي بعده، هل انتهى التفاعل عند اللحظة 3600 سكوند؟ على جوابك الو نروحو نشوفو اللحظة 3600 سكوند. هاي لا، ديرو اسقاط على البيان، نهودو على محور الازمنة، المحور التراتيب اللي فيه الجي، نقولو له من البيان جي في اللحظة 3600 سكوند تساوي، قراه لنا تشعل هاد القيمة. عندي 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5 × 2 × 5,5
جي عن 3600 سكوند لا تساوي جي عن تي فينال، معناها تي فينال لا يساوي 3600 سكوند. ومنه شنقولو لم ينتهي التفاعل عند تي ايغال 3600 سكوند. تو سامبلومون بكل بساطة معناتها 3600 سكوند ماشي هي الفينال. سؤالي بعدها يقول احسب زمن نصف التفاعل تي ان دومي زمن نصف التفاعل. لدينا جي في اللحظة تي ان دومي رانا حاسبينها لاقينها 17.45 ميلي سيمنز بالاسقاط على البيان ثم على محور الأزمنة نجد تي ان دومي حطنا قيمة تاعه. ألوغ قبل ما تروح تحط القيمة تاعه تو سامبلومون لقيت 17.49. شوف عندك هنا 1 سنتيمتر متل 5.5 معنتها في كالكيلاتريس رابيدمون باش تعرف شحال كاين سنتيمتر دير 17.49 ديفيزيها بار 5.5 شحال تعطيك 3.18 معنتها تقريبيا 3 سنتيمتر وفوقها 2 وفوقها زوج كارويات معنتها عندي 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر فوقها زوج كارويات صغار معنتها عندها تقريبيا هنا تقريبيا هنا دو اسقاط تاعنا البيان هايلا 1 2 3 3.2 تقريبيا راك هنا اسقاط على البيان هو دا محور الازمنه فوالا. الوغ عندك هنايا من لهنا زوج كارويا صافي 600 سكوند معناتها هذه هنا تسمى 300 600 900 تقريبيا راك مشيت 900 نقولوا 860 ماشي اوبليجي تعطيها لهم بالضبط باسكو هنا راك في عمليه اسقاط تاع قيم ما لا غالب اوبليجي تعطيها لهم بصفه تقريبيه مام هما في الحال تاعهم اي تلقى يقول لك اللي يلقى ما بين هذه القيمه وهذه القيمه تعطوه ريزولطا باسكو اسقاط سي با ايفيدون باش ترجعه مضبوط. سما عندك 600 عندك هذه 900 عندها قريب لل 900 تقريبا تقدر تقول واحد 800 850 تقدر ديرها من 850 ل 880 هاد جوايه ما تبعاتش بزاف ولا 850 سكوند فوالا تي ان دومي تاعنا نفوتو لا سويت عفوا نفوتو لا سويت اقربيك من التمرين. تأكد من أن X يعطى بالعلاقة XT تساوي N0 على G final مضروبة في G2T تبين أن
x تساوي n0 على g final فوا g دو تي. هذه سهلة باسكو تو سامبلومون غادي نصنعوها. g دو تي رانا ديجا خدمينها. شنو تقول g دو تي؟ تقول k x على v توتال مضروبة في اللي لامدا h3 بلس زائد لامدا cl موان، رانا ديجا خدمينها. g final ثاني راها مخدومة k x max قلنا باسكو x final هي x max على v توتال مضروبة في اللي لامدا h3 بلس زائد لامدا cl موان. x max تاعك ما تنساش بلي x max هي بروحها n0، معناتها تقد تعوضها هنايا تقلع x max وتحط n0. هاي لا غادي نعوضها ديريكت. وموراها شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون غادي نقسموهم على بعضياتهم، غادي نقسمو هذا على هذا. الوغ لي لامدا يطيرو مع لي لامدا، في توتال تير مع في توتال، ك مع الك طير، تبقى لك جي دو تي على جي فينال، جي دو تي على جي فينال شو تسوى؟ تسوى x على n0، جبت x تاعك شي يسوى n0 في جي دو تي على جي فينال، معناتها n0 على جي فينال فوا جي دو تي. فوالا بكل بساطة. شوفوا السؤال اللي بعده. بون هو يقول لك حيث n0 هي كمية المادة الابتدائية على بنة، وجي فينال هي الناقلية النهائية على بنة تانية. احسب سرعة حجمية لاختفاء المركب RCL عند اللحظة T equal 2400 سكوند. السرعة الحجمية لاختفاء RCL، السرعة الحجمية لاختفاء RCL بيان، معناتها VRCL شاد سوا كقانون حجمية. حجمية ما تنساهاش. بون بويسكو اختفاء معناتها تبدا بالموا، حجمية معناتها فيها ان سور في توتال، وما ننساش بلي دي ان ار سي ال على دي تي هكاك. هذا قانون تاع واش؟ قانون تاع السرعة الحجمية، حجمية لاختفاء الار سي ال، لاختفاء ال RCL، سرعة حجمية لاختفاء ال RCL. كون جات سرعة حجمية لتشكل، تسمى سرعة حجمية لتشكل بكاش الموا. فوالا. الو RCL تو سامبلومون بيان تاعك راه فيه جي، وراك مبين انت بلي جي دو تي على جي فينال مضروبة في ان زيرو تساوي اكس. نورمالمون راك داير هادي، هذه راك مبينها. اوراك مخرج علاقه تربط ما بين جي دو تي والاكس، جي دو تي والاكس. دروك خاصك علاقه تربط ما بين كميه الماده تاع ار سي ال والاكس من جدول التقدم ديريكتومون. كميه الماده تاع ار سي ال في اللحظه تي تساوي كارو تاعها وراه ار سي ال في اللحظه تي، ار سي ال في اللحظه تي تساوي ان زيرو ناقص اكس. عوض هاته ان زيرو ناقص اكس، والاكس هو هذا عندها حطها هنا، تعطيك ان ار سي ال في اللحظة تي تساوي ان زيرو ناقص ان زيرو مضروبة في جي دو تي على جي فينال. وراها تو سامبل مشتق، باسكو راك تشوف فيها هنا بلي راها مشتقة ان ار سي ال، مشتقة ان ار سي ال على دي تي تساوي ثابت وحده يطير، ثابت موان ان زيرو على جي فينال، هادو توابيت مضروبين في متغير جي، التوابيت يقعدو موان ان زيرو على جي فينال، والمتغير نديرو له دي دي جي دي تي على دي تي. فوالا او كمل خيرك، باسكو تو سامبلومون راه عندك هذا مضروب في موان ان سور في توتال، هي ضرب غوش دروات في موان ان سور في توتال، منا هادي معادله كومبلي في موان ان سور في توتال. اش تولي لك؟ تولي لك موان ان سور في توتال دي ان ار سي ال على دي تي اللي هي في ار سي ال تساوي موان مع الموان يطير، ان في ان زيرو ان زيرو في توتال في جي فينال تعطينا ان زيرو على جي فينال فوا في توتال دي جي على دي تي.
والديجي الذي تجاوب هو ميل المماس للبيان عند ت تساوي شحال قلنا اللحظة؟ قلنا عند اللحظة 2400 سكوند 2400 سكوند فوالا. روحو نرسمو الميل وندو من الناس جنقط ونحسبو الميل تاعنا مورها نطبقو على العلقة ونخرجو السرعة رابيدمون. نديرو مع بعض الميل. أو قالك 2400 معنتها عندك 600 عندك 1200 عندك دوبل تاع 1200 معنتها نزيد زوج معنتها نطيح هنا هاي لا غادي ندير زوم. هنا راك 600 هنا راك 1200 دوبل تاع 1200 معنتها زوج خطرات رانا في 2400 سكوند. نديرو المماس تاعنا. باش نديرو المماس خاصنا نديرو الاسقاط الوغ غادي تطيح لنا في هاد النقطة نقطة واحدة اخرى توشيها هي يعني نرسمو المماس تاعنا خط مستقيم عفوا هذا تقريبا يجي كيما هكا بالتقريب بالتقريب يجي كيما هكا. دونك ندوم الناس جوج نقط. النقطة الأولى هي تاع 2400 فيريفي لنا غير الإيكغيك تاعها شحال راه جاية هنا هنا هذا الإيكغيك تاعها الله راه عندك وحدة زوج ثلاثة أربعة أربعة ونص ألوغ كاتي دمي فوا سانك فيرغول سانك كاتي دمي فوا سانك فيرغول سانك تعطيك أن ريزولتا تاع 24.75 معنتها الإحداثية الأولى هانا خرجناها خرجنا الإحداثية تاع النقطة الأولى اللي هما لحظة 2400 مع الإيكغيك تاعها اللي هي 24.75 وعندنا نقطة زوجة خير نقطة تكون مليحة بار اكزومبل هادي راها تبان مليحة الإكس تاعها هو 900 سكوند لا راكم عاقلين عليها تاع قبيل 900 والإكغيك تاعها هاولا هنا انت عند هاد البلاصة نحسبوهم رابيدمون شحال عندنا هنا واحد زوج أو ثلاثة ثلاثة ونص تروا يدمي فوا سانك فيرغول سانك تروا يدمي فوا سانك فيرغول سانك تعطينا ريزولتا 19.25 ان شاء الله النقطة تاع كاش واحد فيكم في البال 19.25 قولوا ان شاء الله 19.25 الان نحسبو فرق لي زيكراك على فرق زيكس توجور فرق لي زيكراك على فرق بون سما نقلعو هادي منا باسكو رانا ديجا دايرينها نقلعو الاحداثيات هنا نديرو ديريكتومون الميل يساوي فرق لي زيكراك معناتها 2475 - 1925 مقسومة على 2400 - 900 نديرو عملية حسابية رابيدمون كالكولاتريس 2475 - 1925 = 2400 - 900 ماذا بيك دير أقواس كالكولاتريس باه متغلطش تعطيك ريزولتا 3.66 × 3 3.66 × 10⁻³ وهادي باش راها راها بالميديسيمانس وهنا تحتها راهم بالسكوند معنتها راك ميديسيمانس سكوند موان زا نكملو في ار سي ال تساوي ان زيرو اللي رانا حاسبينها ان 84 × 10⁻²، جي فينال اللي رانا حاسبينها تسوى ما قلتش معليش نروحو نشوفوها مع بعض 34.91 ميلي سيمانس بيان سور الوغ مضروبة في في توتال في توتال اللي هي 224 مليليتر محولة لتر هنا سي با لا بان تروح للمتر كوب باسكو ماركش في النقلية راك تو سامبلومون في عبارة سرعة ثم نسى المتر كوب صاي ما تحقاش مضروبة في 3.66 × 10⁻³ وحدة تاعها راها ميلي سيمانس سكوند موان زان
الكونترول ماركي ملي سيماس مع ملي سيماس طير، هذه راها بالمول، هذه راها بالليتر. معناتها تعطيك وحدة في ار سي ال تساوي مول ليتر، يطلع فوق يولي ليتر موان زان سكوند موان زان، مول ليتر موان زان سكوند موان زان. فوالا كملت مع الوحدة. دروك فوت الحساب، 1.84 × 3.66 ديفيزي بار قلنا نسو الأسس، أسس ديروهم وحدهم 34.91 بما تغلطوش برك، × 224 تعطينا ريزولتا تاع 8.61 × 10-4. ألور الأسس هنا الفوق عندك 10-5، ياك 10-5 طلع لها -3 تولي 3. بون نقدو نختازلو ديريكتومون -3 مع -3 تبقى -2 مع -4 صافي -6، تسمى 8.61 × 10⁻⁶ ها الوحدة تاعك. بيه بالريزولتا تاع السرعة الحجمية لاختفاء ار سي ال. واش قالك تاني؟ واستنتج قيمة السرعة الحجمية لتفاعل. قيمة السرعة الحجمية للتفاعل. اوكي، ان تو سامبلومون سيستم يقول بلي سرعة اختفاء ار سي ال على معامل ستوكيومتري تاع اللي هو 1 تساوي السرعة الحجمية للتفاعل. معناتها في فوليوميك تساوي في ار سي ال، وتساوي ايضا 8.61 × 10⁻⁶ مول لتر موانز 1 سكوند موانز 1. كاين لي بغي تاني بين هنا، ما عندك ما تبين باسكو قالك استنتج هذه الاولى. سينو لا بغيت بين في فوليوميك تساوي 1 سور في توتال دي اكس على دي تي، و تو سامبلومون دي اكس على دي تي ما تنساش بلي ها هي وراها العلاقه اللي راك مخرجها ما بين اكس و ان. هاي او اكس تساوي ان زيرو على جي فينال فوا جي دو تي. معناتها لو كان نشتقو غوش دروات دي اكس على دي تي شي يبقالك، تبقالك ان زيرو على جي فينال فوا دي جي على دي تي. وكان نرفدوها ونعوضوها هنا غادي تولي لنا في فوليوميك تساوي واحد فوا ان زيرو، معناتها ان زيرو على في توتال فوا جي فينال اللي هي فوا دي جي على دي تي، اللي هي نفسها عبارة اللي كنا خرجناها قبيلة تاع سرعة في ار سي ال. فيريفوها سي لا ميم في ار سي ال، معناتها نفس السرعة. السؤال اللي بعده، نعيد تجربة من أجل درجة حرارة 60 دوغري سلسيوس وبنفس التركيب الابتدائي، كيف تتغير المقادير التالية؟ عندك ألف زمن نصف التفاعل، باء النقلية النهائية، جيم تقدم أعظمي، ودال السرعة الحجمية للتفاعل. ألو نقول لهم كيف تتغير المقادير التالية. حاجة الأولى نهضرو على درجة الحرارة 60 دوغري سلسيوس اللي راه يخدم بها كبيرة على 25 دوغري سلسيوس تاع قبيل. معناتها التفاعل الجديد أسرع من القديم، لأن درجة الحرارة المرتفعة نعرف حكايتها باللي تزيد من حركية الجزيئات مما يزيد من عدد التصادمات بين المتفاعلات مما يسرع التفاعل. الله، هذه نعرفوها. معناتها حاجة الأولى قال لك زمن نصف التفاعل ينقص بالنسبة للأول، أي يكون تي ان دومي جديد صغير على تي ان دومي القديم اللي سوا قلنا 850 سكوند، معناتها يكون صغير على 850 سكوند. هذا زمن نصف التفاعل. موراها النقلية النهائية، النقلية النهائية الور جي فينال لا تتغير لأن لا دخل لدرجة الحرارة بها،
فوالا باسكو رانا ديجا مخرجين باللي اكس تساوي وقيلا ان زيرو على جي فينال فوا جي دو تي. الوغ هنا رانا نشوفو هاد العلاقة هادي ما عندها تا علاقة مع درجة الحرارة تو سامبلومون، معناتها جي فينال لا يتأثر، معناتها لا يتغير. كون نروحو نشوفو تاني التقدم الأعظمي، التقدم الأعظمي تاني كيف كيف لا يتغير، لأن إكس ماكس لا علاقة بين إكس ماكس ودرجة الحرارة. إكس ماكس تساوي أن زيرو، معناتها عندها علاقة مع كمية المادة الابتدائية، لها علاقة بكمية المادة الابتدائية. وكآخر عنصر قال لك السرعة الحجمية للتفاعل، أسرع التفاعل، أسرع معناه تكون عفوا تكون أسرع الحجمية للتفاعل أكبر. انتهى حل هذا التمرين، إن شاء الله يكون إعجابكم. جماعة اللي خاصهم النقلية، تمرين خفيف 36 مينوت ومليح، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا منه عفوا. نتلقوا في تمرين آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.